هاي موسيقاكم في الدنيا. هاي الدنيا موسيقى عصبة. ها صباح الخير، وعليكم السلام. حتى واحد بعيد بليس ملاحة دي كون جات يعني تسقد ودار لها دروج وكش ما لي بروجيكتور هنا ضايرين في الليل تقدر تولي تالي فامي نورمال واي نوت انا مشو قارقي اسمع قدام
يا ترى قتي ما جاني يا جيت عند الصندلة ما نكمل من هنا نخرج على كارا صباح الخير ان شاء الله تكونوا بيان. اكتشفت انه الجمهور والمتابعين تاعي على صفحة الشخصية زكريا ديوات يحبوا النوع هذا من المحتوى وين نلقى ردود فعل ملاحة يقول لي ملاحة كي قلتنا عطنا في الدنيا وتحوس بينا رح نضطر نولي نعمل فيديوهات بزاف يعني بكري كنت عامل بروفيلي كأنه حط فيه غير المهم والأهم حط غير فيه الحاجة المهمة فقط المشاركات وكثيرة سأخلي ندوراها محتوى مادام عندي جمهور يحب يشاهد الحوايج دم على الفيسبوك ننشرهم غير على التيك توك وننشرهم في اليوتيوب راح نولي ننشرهم على الفيسبوك على الحساب تاعي الشخص عندي فيديو شاهد قلت لهم بني اني نشم في ريحة جرين باين بعد تلقاها في الفيديو صباح الخير يعطيك الصحة الشيخ سلمك خويا ربي يبارك فيك يعيشك نشم في ريحة جرين باين نشم فيها